من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، والبداية من عنوان التميز، حيث كرم وزير التجارة أثير الغريري محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب لجهوده التي بذلها في دعم عملية تسليم واستلام الحبوب ودعم فلاحي المحافظة وإنجاح الموسم التسويقي للعام الجاري. وعلى هامش التكريم خلال مؤتمر موسع في بغداد، قال المحافظ: إن الإجراءات الحكومية والاستقرار الأمني وتعاون الفلاحين أثمرت جميعها في هذا الإنتاج المهم لمحصول الحنطة، والذي يضع المحافظة في الخط الأول بتأمين سلة العراق الغذائية، ملوحا بخطط ستعتمدها الحكومة المحلية لزيادة المساحات المزروعة بوسائل ري حديثة وتسهيلات للفلاحين. من جانبه، أكد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب أن الجهود الكبيرة التي بذلتها محافظات صلاح الدين ونينوى وواسط وغيرها كان لها الأثر الكبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث ملئت المخازن بالحنطة المحلية والمستوردة، ولن يتأثر العراق بأي أزمة غذائية عالمية مهما كانت، حتى وإن ارتفعت الأسعار العالمية. أدعو السيد محافظ صلاح الدين لاعتلاء المنصة. شكرا لهذه الجهود الجبارة التي اتحدت وأنتجت لنا هذا الإنجاز غير المسبوق في العراق. مبارك للسيد محافظ صلاح الدين، وشكرا مرة أخرى لكل الجهود